السلام عليكم. هسه إن شاء الله راح نبتدئ بالمحاضرات. طبعا الـ nervous system functions، أول وظيفة هي coordination. شنو يعني coordination؟ يعني يناسق الاكتيفيتي مال الجسم، الاكتيفيتيز بصورة عامة. طبعا انه نعرف انه الانبوت للنيرفس سيستم يجي عن طريق السنسوري، مثلا السنسوري ريسبتر موجودة بالسكن تحسسة الجو حار، تمام؟ سنسوري ريسبتر تحسسة الجو بارد، سنسوري ريسبتر تعرضت الى الم، تمام؟ هاي كلها راح تروح انبوت للدماغ للCNS. هاي الانبوت الCNS راح يسوي ريبلاي عليها على شكل اوتبوت اللي هو بالعاده يكون موتور بين يسوي ويذدراو. احنا ما يقتصر الامر على سكن وCNS، عندنا ممكن GIT هم اكو سنسوري يروح للبرين، والبرين راح يجاوب عن طريق موتور او يجاوب على طريق اوتونوميك يسوي سكريشن بالجلاندز مال GIT. الهارت كذلك اكو انبوت تروح للدماغ عن وضعية الهارت، والدماغ يجاوب باوتبوت يسرع الهارت يبطئ الهارت يزيد الكونتراكشن. معناته انه النيرفا سيستم بسرعة ما يسوي كوردينيشن لكل الاكتيفيتيز اوف ذا بوديز. المسألة الثانية هي ميموري ستور انفورميشن، نخزن انفورميشن احنا نحتاجها بحياتنا. والمسألة الثالثة هي ليرنينج، انه يتعلم. فالنيرفس سيستم بصورة عامة coordination memory learning. نقسم CNS على شكل functional levels. التواصل بين الاكسترنال انفايرمنت والCNS هو عن طريق sensory somatic peripheral nervous system اللي هي الكرينيال نيرفز والسباينال نيرفز. والتواصل بين الانترنال انفايرومنت والCNS هو اوتونوميك بريفرال نيرفس سيستم. معناته البريفرال نيرفس سيستم راح نقسمه الى سنسوري سوماتيك، هذا مسؤول عن التواصل بين الاكسترنال انفايرومنت والCNS. مثل قبل شوي قلنا انه سكن تعرض الى حراره الى برد الى بين، الدماغ اخذ فكره عنه عن طريق السوماتيك سينسوري، في حين GIT والهارت والرسبيراتري تواصلها ويا الدماغ يكون عن طريق الاوتونوميك. فالاوتونوميك هو الاورغانز الفيزرا اللي تكون البيئة الداخلية الانترنال انفايرومنت، والسوماتو سينسوري يكون تواصله ويا الاكسترنال انفايرومنت. فهذا المبدأ لازم يكون ثابت، انه الاوتونوميك ويا الانترنال انفايرومنت والسوماتو سنسوري والاكسترنال انفايرومنت. كفانكشنال ليفلز CNS راح نقسمه الى سباينال كورد ليفل والسب كورتيكال ليفل والكورتيكال ليفل. طبعا هاي الليفلات كلش مهمه لازم تحفظ. السباينال كورد ليفل، كسباينال كورد، السباينال كورد هو عباره عن كونديوت for signal from the periphery of the body to the brain. معناته انه هو يوصل السيجنال من البدي للبرين والعكس من البرين للبدي. وبنفس الوقت السباينال كورد عنده ريفلكس سنتر، هاي ان شاء الله راح نجي نطرق عليها فيما بعد. معناته انه السباينال كورد هو الى شغلتين، هو عبارة عن ناقل، مجرد محطة توصل بين البرين والبريفري او بين البريفري للبرين. المسألة الثانية الرفلكسات، في حين السب كورتيكال ليفل او نسميها lower brain level هاي السب كونشيس اكتيفيتيز، تمام؟ السب كونشيس اكتيفيتيز مثل شنو؟ مثل ضغط الدم، الرسبيريشن، الاكويليبيريام، الفيدينج، الايموشن، الانجر، الاكسايتمنت، السكشوال اكتيفيتي، رياكشن تو بين، رياكشن تو بلاشر. هاي الامور اللي هي مشاعر على السيطرة على ضغط الدم على التنفس، هاي كليتها نسميها سب كورتيكال ليفل او نسميها سب كونشيس اكتيفيتيز.
السيطرة عليها تكون بالسبكورتيكال ليفل. اللي نقصد بالسبكورتيكال هي المدلة والبونز والإبينكيفالون والهايبوثلاماس والثلاماس والسيربيلار والبيزل جينجلية، أو بصورة عامة كل شيء ما عدا السيربرال كورتكس، كل شيء بالبرين ما عدا السيربرال كورتكس. لأن السيربرال كورتكس هي مسؤولة عن الوظيفة الثالثة اللي هي الهاير برين ليفل، الوظيفة الثالثة اللي هي الهاير برين ليفل أو الكورتيكال ليفل. تمام، الكورتكس هي مسؤولة عن الهاير برين ليفل. شنو نقصد بها الهاير برين ليفل؟ يعني الميموري ونحول هاي الايموشن، هاي الاشياء اللي صارت بالسبكونشس نحولها الى كونشس. فالسيربرال كورتكس كونفيرت ذا لور سي ان اس فانكشنز انتو فيري ديترمينيتيف بريسايز اوبريشن. In addition, the cerebral cortex is a very large memory storehouse and it's essential for most of our thought processes in association with lower CNA center. يعني الـ higher brain level نقصد به الوعي. تمام؟ نقصد به انه الـ executive والـ perception. يعني شلون؟ يعني الـ speech، الـ hearing، الـ vision، السميلينج، الموفمنت، الفولنتري موفمنت، هاي كل هالامور، الثينكينج، الثوت، هاي كل هالامور اللي احنا واعيين نسويها تكون بالكورتيكال ليفلز. الايموشن والاشياء اللي ما تتطلب من عندنا وعي هي تصير خارج ارادتنا، هاي بالسبكونشس ليفل. والسباينال كورد بيرفلكسات ومحطه نقل بين البريفري وبين سي ان اس والعكس. هسه راح ننتقل الى موضوع النيورونال بولز. النيورونال بولز النيوكلياي اور سنتر، هي من اسمها نيورونال بولز. نيورونز بولز يعني تجمع للسيلز باديز، ممكن نطلق عليها نيوكلياي او سنتر. is a collection of intercommunicated neurons. Each pole has its own special characteristic of organization, which causes it to process signal in its own special way. The examples of such poles are the basal ganglia, specific nuclei in the thalamus, and cerebellum. The CNS is made up of thousands of separate neural poles. Each pole has fiber tract coming to it afferent and other leaving it efferent. هنا نقول انه النيورونال بولز هي عبارة عن تجمعات للنيرف سيلز. مثلا هسه هاي نيورال بولز عبارة عن نيرف سيل عدة، وهاي كذلك نيورال بولز. هاي النيورال بولز يدخل لها نيرف فايبر نسميه افيرنت، ويطلع من عندنا نيرف فايبر نسميه افيرنت. اي يدخل افيرنت انبوت، اي يخرج افيرنت. فالنيورونال بولز ممكن نطلق عليها نيوكلياي او نطلق عليها سنترز، هي عباره عن تجمعات للنيرف سيلز. الغرض من هذه التجمعات انه نتعامل ويا الانبوت بطريقه من الطرق. مثلا هاي النيورونال بول يسوي له دايفيرجنس، دا يدخل الانبوت دا الضخمه بدأت توزع على عدة نيرف سيلز، وبدأ بالنتيجة راح يطلع عندنا أكثر من أوتبوت. يعني إنبوت واحد أكثر من أوتبوت، هذا دايفيرجنس. في حين إنه هاي النيورونال بول دي يدخل لها أكثر من إنبوت ودي يطلع إنبوت ودي يطلع أوتبوت واحد، فهاي كونفيرجنس. يعني دايفيرجنس يدخل إنبوت الضخمة وتطلع أكثر من أوتبوت، الكونفيرجنس العكس يدخل لها أكثر من إنبوت تتعامل وياه ونتيجة عندنا يصير أوتبوت واحد. The input signal to the neuronal ball may excite, inhibit or facilitate the neuron within the ball. The neuronal ball may allow the incoming signal to pass sequentially, serial processing, to
to allow the same incoming signal to pass simultaneously, parallel processing, or amplify the input signal and transmit this amplified signal to one or more or different direction, اللي هو divergence. يعني يقول هنا ال input اللي دا يدخل لهاي التجمعات العصبية لو يحفزها لو يساعدها لو يثبطها. وهاي ال ممكن تكون convergence، ممكن تكون divergence. شلون ما شرحنا بالصورة؟ ممكن ال input أكثر من input يدخل بس بشكل متسلسل، أو ممكن كلهم يدخلون بنفس الوقت وتتعامل وياهم هاي neuronal pool. Sometimes an incoming signal to neuronal pore causes an output excitatory signal going in one direction and at the same time an inhibitory signal going elsewhere. يقول أحيانا يدخل input للneuronal pore وراح يخرج output اثنين، واحد يكون excitatory واحد يكون inhibitory. قصد انه neuronal pore راح هي اللي تتعامل ويا الانبوت، وهي شو تريد تسوي، تريد inhibitory تريد excitatory، تريد inhibitory و excitatory بنفس الوقت. The center may summate the effect of multiple incoming signal that converge on the same pole convergence. And sometimes a signal entering a pole causes a prolonged output discharge called after discharge even after the incoming signal is over. هسه هنا عندنا فد شيء اسمه after discharge، يعني مثلا عندي فد neuronal pole ودخل input راح يصير عندي output. من يروح الانبوت الاوتبوت يروح. الافتر ديسشارج يقصد انه عندي نيورونال بول ويجي انبوت ويطلع لي اوتبوت، الانبوت يوقف ويروح بس الاوتبوت يبقى بعده، فهذا معنى الافتر ديسشارج. افتر ديسشارج انه بقاء الاوتبوت في حين انه الانبوت انتهى وقف. شنو الميكانيزم اللي يصير بها افتر ديسشارج؟ الميكانيزم اللي يصير بها افتر discharge هي يا أما synaptic after discharge أو parallel circuit after discharge أو reverberatory circuit for after discharge. شنو نقصد بال هذا الأمور؟ ال synaptic after discharge نقصد بال synaptic after discharge إنه النيوروترانسميتر اللي حفز الانبوت راح يكون يشتغل الفترة اطول على البوست سينابتيك، فمن راح يروح الانبوت النيورو ترانسميتر بعده شغال، فراح يخلي الاوتبوت بعده يطلع الى ان يخلص عمر النيورو ترانسميتر، يلا الاوتبوت يوقف. او برر سيركيوت، البرر سيركيوت وين ذا انبوت سيجنال سبريد ثرو ا سيريز اوف نيورون ان نيورونال بور اند فورم many of these neuron inputs keep converging on an output neuron. يعني يقصد البارالل سيركيوت انه الانبوت يدخل ويتوزع على نيورونات بشكل متوازي، فهاي هاي النيورونات راح تبدي تطلع اوتبوت، مثلا هذا اول اوتبوت وهذا يجي بعده وهذا يجي بعده، فالانبوت يكون خلصان، بس لان الانبوت توزع على عدة نيورونات فراح تبدي تطلع اوتبوت بشكل متسلسل، فهذا اللي راح يسبب الافتر ديسشارج انه ماكو انبوت بس اكو اوتبوت. او الريفيبريتري سيركيوت، شنو نقصد بالريفيبريتري سيركيوت؟ انه الانبوت يدخل ويروح يوصل للنهاية يوصل يطلع على شكل اوتبوت، هذا الاوتبوت عن طريق انتر نيرون يرجع يسوي انبوت جديد، فصير عبارة عن لوب كلوزد لوب، الاوتبوت هو يسوي الانبوت والظل مستمرة الانباص. فالميكانيزم اسمه الافتر ديسشارج هي اما سينابتيك افتر ديسشارج يا اما ريفيبريتري او بارالل سيركيوت. هسه عندنا موضوع الستابلايزيشن، نعرف انه اي نيورونال بول ممكن يطب لها اعاز، هذا الاعاز راح يظل يتحرك داخل النيورونال بول ويطلع اوتبوت ويروح على نيورونال بول ثانيه وثالثه، فهذا الاعاز ممكن باللحظه الواحده الدماغ عند مئات الاعازات، فلازم احنا نوقف هذا الاعاز، ما يظل اعاز يمشي بالبرين، احنا نريد يؤدي وظيفه ويوقف.
فلهذا ضروري كان يكون عندنا inhibitory mechanisms بالCNS حتى نوقف الإعازات العصبية الغير مرغوب فيها. بدون هذا الانهيبيشن فالدماغ راح يصير عبارة عن فوضى. ومن الأمور اللي الإعازات العصبية تكون تتحرك بهذه الفوضى تسبب لنا أمراض مثل الإبيليبسي. الإبيليبسي أو الصرع هو عندنا إعازات عصبية بالدماغ ما مسيطر عليها، ماكو انهيبيشن. فهنا نفهم انه الانهيبيشن جدا مهم، مو بس استيميوليشن، مو مجرد اسوي اعاز وخلص. الانهيبيشن مال هذا الاعاز اهم من الاعاز اصلا. فالتنظيم حتى يصير تنظيم للامبلسز اللي بالبرين نحتاج انهيبيتوري ميكانيزمز. ومن الستركتشرز اللي بالبرين وظيفتها انهيبيشن عندنا البيزل جنجليا. البيزل جنجليا المين فانكشن مالته سينت انهيبيتوري ستيمولاس حتى تسوي كنترول على الموتور اكتيفيتي اوف ذا بودي. الميكانيزمز اللي يصير بها انهيبيشنز